من أخطر المضاعفات اللي بتحصل للناس اللي عندهم سكر هي مشاكل القدم والسكري. يعني في رقم كده حقيقي أنا يعني مش بحب أتكلم فيه كتير، وده على حسب تعليمات الاتحاد الفيدرالي الدولي للسكر، منظمة كبيرة عالمية بتقول إن تقريبا كل 30 ثانية على مستوى العالم، أنا هنا بقول على مستوى العالم، في مريض سكر بيحصل له بتر في رجليه بسبب السكر. رقم كبير جدا. تعرفوا إن 90% من مشاكل السكر على القدمين نقدر نتفاداها بالتوعية الصحية، بالتثقيف الطبي اللي احنا دايما بنتكلم عليه. طب ازاي نقدر نتفادى من مشاكل قدم السكري؟ اول حاجة، هو مين اللي عمل قدم سكري؟ اسمه قدم سكري، فاسمه قدم ان هي حصل فيها مشكلة بسبب السكر العالي. فانت لما هتظبط سكرك مش هيحصل قدم سكري، مش هيحصل اي مضاعفات في الاساس. فرقم واحد، لازم انك يكون سكرك متظبط. رقم اتنين، انك لازم تفحص قدميك باستمرار. هتشوف فيها ايه؟ شوف لون الجلد متغير، فيها اي تشوهات، فيها تقرحات، في فطريات بين الصوابع، ولا مفيش اي تغيير موجود في الجلد بتاع الرجلين انت مش متعود عليه. الحذاء اللي انت لابسه لازم يبقى حذاء مريح، ما يبقاش حاجه ضيقه اللي هي قافله على الرجلين بشكل كبير، ولا حاجه واسعه قاعده تخبط في رجليا، ده كده غلط، ممكن يكون السبب في مشكله. كمان نوعيه الشراب اللي انا لابسها، لازم الخامه تكون ملائمه لدرجه حراره الجو، ما ينفعش في حر زي الصيف اللي احنا موجودين فيه حاليا الاقي حد لابس شراب صوف، ده ممكن يكون هو السبب في مشكله. لازم تقص الضوافر بتاعتك باستمرار، لو تعثرت فيها ممكن تحصل مشكله، بس خد بالك انك تقصها مستقيم، ما تبقاش بزاويه عشان ما تعملش ضفر غارز او ما تعورش الصباع اللي جنبه. التدخين، لازم تبطل التدخين، ده جزء مهم جدا من الوقايه من مشاكل القدم السكري. ما ينفعش او مش مفضل اللي عنده سكر انه يحط رجل على الرجل الثانيه، ده كده بيقلل من تدفق الدم في الاوعيه الدمويه. لو عملت الحاجات دي كلها فعلا مش هيحصل مضاعفات، هتعيش حياتك بشكل طبيعي، هتعيش حياتك زي وزي اللي ما عندوش سكر. هيبقى الفرق الوحيد اللي انت منظم اكلك بشكل اكتر صحيا، بتلعب رياضه وبتاخد دواء، والنتيجه النهائيه ان سكرك متظبط ومفيش اي مشاكل.